أهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل بجمهورية مصر العربية. بنيت هذه الأهرام قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، وهي تشمل ثلاثة أهرام، هي خوفو وخفرع ومنقرع. وتقول الأبحاث الجديدة أن الأهرامات بنيت من طين وحرارة، والمذهل أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة بصورة واضحة وعلى لسان فرعون، قال تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، سورة القصص. ففي هذه الآية إشارة إلى تقنية البناء المستخدمة للأبنية المرتفعة وهي الصروح.